سلام لزامي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يوما غادي ندير لكم برانك مهم. ودابا دير نزربو اليوم ناويين ندير لكم برانك ان شاء الله. يا ربي استق يا ربي يا ربي من ما تخيبش الامل ديالنا. المهم البرانك خططت ليه وغادي تعاونني فيه صباح. كنشكرك اختي حتى كتعاونيني. المهم الناس اللي ما كيعرفوش شكون هي صباح، صباح هي صاحبتي انا وسلمى، صاحبه سلمى بزاف حيت كتعرفها من شحال هذه. وانا قريت مع صباح واحد العام واحد ولات صاحبتي حتى انا، وديجا بانت معنا في واحد الفيديو مهم. يعني صباح صاحبتنا بجوج وكتسكن قريبه لينا. باش عيطت لها باش تعاوني في هذا البرانك. مهم اليوم لي زامي بيتي غير انا وسلمى في الدار، غادي تجي باش معايا حيت ما كاين حتى واحد في دارنا. المهم عيطت لها قلت لها ها سلمى جيباتي معايا حيت ما كاين حتى واحد في الدار. بصح ما كاين حتى واحد في الدار وفكرت قلت اجي ندير لها شي برانك بما انها بيتي معايا اليوم. طلع عليها وصافي وعيطت قلت هذا البرانك ضروري خاص شي واحد يعاوني فيه باش يجي شويه باش يجي شويه زوين. ايوا صافي انا نشرح لكم. بس ما جايباتها معايا اليوم. انا بغيت ندير لها داك الشيء ديال الاشباح بحال كاين شي واحد في الدار. المهم دابا سلمى فاش غادي تجي غيكون عند بالها كاينه غير انا وياها في الدار، غير انا وياها. حتى صباح راه غادي تبقى معنا، غادي تبات معنا اليوم، ولكن سلمى فاش غادي تجي غادي يكون عند بالها كاينه غير انا وياها في الدار، ما كاين حتى واحد. غادي تجي انت هي ما ديريش الحس عشان غادي تجلسي تدوز واحد الساعة على روب ساعة اصبري واحد الساعة بقيت شادة التليفون متعيقش تتسترخا وتاخد راحتها يدخل مع الليل عاد باش نبداو نسمعو دوك الاصوات. فهم صباح غادي تبدا تطلق اصوات ديال الغوات، غادي نديرو باف تلقي بحال هكا شي غاوتة. انا نجبد لك دوك الاصوات اللي كيخلعو شي غاوتة واحد الساعة وبدا غيبدا الضو كيطفى وكيشعل. عاد غطفي الضو ديال المرحو غتشعليه مغاديش تشوفك. الضو ديال الكوزينة غطفيه وغتشعليه وديرش تقرقيبه لما يعلم ما عندك خلعوا بنادم مزيان. شوف لما عندي خرجوا منك شتي شي فورشيت تقرقبها مع فورشيت. المهم حنا غادي ندخلوا مع الوسواس ديال راه شي حاجه شي حاجه خارج الطبيعه كاينه في الدار. صافي غادي نشوفوا الرياكسيون ديالها لي زامي. غادي نشوفوا سلمى واش غادي تخلع. هي كتموت من هادشي. انا صاحبتي كنعرفها كتعد من هادشي. المهم غادي نشوفوها كيفاش غادي تغياجي وخليكم معنا في هاد البرا. خلاص انا غحدك واش بغيتي عندك قلت لي قاعدين حبه بيناتكم. قلت لها ما واحد الدار عشان نهار ما طلعت نقلع ماما واحد وطار دار لي عشا وعرض عليا وقالت لي يا صاحبتي
نروح المغامرة نقابل حيث كتاب ليه بس حيث كتاب حيث كتاب كي في جوجل شو تقرأ يجي تستحضروا لك الجنة نخصي مش قرأش لك شيء شو ده أسحب شو مغيني حيث نخصي مش قرأش لي الله حام فرقة يا راس خذي من المغامرة ليه مغش مغامرة مغامرة سنة انت بقونيش وين اللي أسحب ما هيك حضر مكانك الجنة براس مش بحكش معاك انا قاعده صاحبتي خلينا نتفرجوا فيديوهات زوينين حمدت هي يا صاحبتي وقيت فاش دابا كون قلت لي اختي قراي شوفي انا ما كنقراش داك الشيء يخلع لي سمحي لي خلينا نتفرجوا فيديوهات عقله والله انت معقله انت قراي صاحبتي بس ها هي اونجي الله يعين انا غادي نمشي لبرنامج لاله العروسه توقعتي انك توصلي لهذه المرحله هذه صراحه ما توقعتش ياك كنتي كتقولي وقيله غنمشي في الاول كيفاش قلتي لي انتي واصله لنص النهائي حيت زوين بزاف تقدر تحكي لي تكملي حتى الاخر حمو هذا شي زين دابا كاينه ماما خالتي وانتي ما كاينينش دابا كاينه ماما والله ما كاينه واش تحكي لي انتي غلب ما نشوفي مين بيا باش تخرب والله ما كاين خو داير اخوك داز والله ما كاين خو والله ما كاين شي واحد ما كاينش خويا ما كاينش ماما كاش كتب اخوك شتو ايوا صافي انا كنت دابا نوضي نشوف في سيري عند البيت ودق عليه اقسم بالله هو ماشي خويا ما كاينش خويا عفاك حتى خمسة مشكل واش انا كنسمع تخلقي وشتي مني انت كنا معاك اقسم بالله شكي تخلقي في داركم حق الله العظيم ولا ديال الباب هذاك مع الباب خرج حتى شي واحد اقسم بالله شي واحد شكون غيدوز وقيله اخوك انت شفتي تهلوس الوقيله بغيتي نقاس لك واش هبطت لك صحيح ما كنصحبش وانت ما عرفتش شفتي واحد ثاني ولا باقاك سخينه وقيله والله حتى طالعه لك سخينه السخانه كتبين لك شي حاجه ما كتبغيش شكون خليني نشوف هذا الفيديو هذا نقرا لي كومونتير ديال الحنك ودير ما ديرش هذا الصياع غير شوف دمتي حيت جيتي بنتي معايا وبقيتي بوحدي الدريه شتي مسطي ولا مالك ما عارفه مش عشان وقت ما شفت ذكرتي واش خوكي ذكرتي اقسم بالله ما كان وانت يا غربه ما كتقرقب نوضي شوفي ما تخمي هو ما كاينش قرقب بالبرد بحال الشراجه بحلوين قلت لك ستروتي مكعجبني هذا ديري المصائب ديري هذا 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 واعر البيت هذا فاش تحكمت على حياتك عطيت لي الوجع يا ربي الله عني ما قالوا خويا عندك تخلقي في داركم اقسم بالله واش ما كتسمعيش انا غير بهدالك لا سمحي لي تشارج عندكم هنايا وشي هنا وشي هنا بغيتي ندير انا تقرقين شويه قالك انا حسيت بلا ما يكون كتاز اولا خويا واش تتفضل باش حل واحد داز خويا ما كاينش ما كاينش اقسم بالله ما كاينش دابا واش شي عندكم تقرقيب شوف شوف البرانك درهم 400 كان عندكم تقرقيب وراه البرد ملي نعمل الدريه شحال فيها شفتي شي باب تيجو عليه شكون يدخل عليها لا ما بغيتو تتاكدي سير تاكدي لا ما بغيتوش كوا انت مريضه في راسك بلاتي مريضه شوفي راه مش اخ مش تقرقيب
خالتي هو انا خالتي اش خرج لك شي خالتك خالتي غير انت خالتك واش توصلت يا سلمى درا صاحبتي تشي مريضه نفسيا اختي غتجي ديري ليها وصوي تقول لي شي شبه شوفي اجي شوفي خالتي انت شوفي ويلي واش درتي اقسم بالله جيتي خاولك هذا ودي شوفي شنو درتي اجي اقسم بالله عرفتي هادشي انا خليني نسمع شنو انت ويلي بكل مكينة هذه الحويج يلي نشوف مغنوش ديش الصوت المعني خشي مدوش باش نعمت تنزلكم ولا لما بشوف دارنا انا ما قدرش باش مكتبش لك صاحبتش وما بلاش نسمع راه البت نوضي مش قلت لك باش تخلعش بعدي منك لا 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 تخلعش بعدي منك تخلعش ويلي خوفا واش كاين شي واحد صدق عليا صوني على ماما كل واش كاين شي واحد واش كاين خوك في الخروج جا خوك وما شتيش لا خويا ما كاينش غير كاين ماما ماما يوي راه عندكم شي واحد الكوزينه عندكم شي شفار دابا ما تخلعينيش خصني نعطيك الدراع انت كاين الخيار اقسم انت كاين الخيار اختي كاين شي واحد داركم نوضي بحال هادي خاولا حيد الكاميرا حيت ما كنضحكش حيت ما كنضحكش في حالتي حالش في وجهي صفر وقلت لك مريض وعرفتي ما قادش نجي ودروا لي الحلم باش نضحكش على الضحك حيد الزمر حيت ما كنضحك صافي حيدت في الكاميرا بلا ما تعصبش شي كلب ضربتيني راسي
حكش الصباح انا مريضه ما قادراش ربي اللي علم لي فيه الوجع فيا سخان وجايه عندها وشوفي دار لي من الفوق عرفت شي كيعجبني شوف دار كاين شي واحد جاني شفت شي واحد ديت شفته هو خصابه انا كنت متوهمه مصابه نبيتو جبحك وصافي سلمى ملي سلمى دابا ما غاديش معاك غنمشي انا دابا نمشي والله ما عندك واحد الحق ما كاينش سلمى نسولك واحد السؤال سمعيني صافي تقبلها بروح رياضي كيفاش كتحبني يا خويا فهاد قبلي هانتي سمع قولي لي غير باش حسيتي صحيت شدري انا كنت بلاصتك نموت نغيب نغيب بلاصتي نغيب وحق الله انا نمشي نكون بلاصتي نغيب بقات فيا الله يسلمك نيلا ساعات شدات لي هيستيريا داش كديري مريم انا خفت على تشد شي كريم صافي دابا خليت مني خفت مني صدق عيشتك الرعب طلعت لك انا هرمون تيطلع فاش تعيش الرعب عرفتي انا الداخل دابا بحال لعبتي فيها هذيك هيمالايا ديال الخلاع بحال لعبتي فيها وصافي سلمى ويلي لي زامي احسن برانك احسن برانك وهذا انا هاد البرانك سطاني ميمكنش واحد اللحظه انا تخلعت اقسم بالله احسن برانك وهذا من الاخر صرعنا سلمى بزاف الصراحه باش حسيت ما نعرفش نقول لك باش حسيت باش حسيت حسيت بالموت باش نضحكش عاد انا مريضه ما عنديش خساف انا ما عنديش الطاقه صافي راه دابا كنتي زعما صحيحه وشفتي واخا مسكينه ما عرفتش انا مريضه صافي ما قادتش وحق الله ما قادره دابا كون كان زعما ما مريضاش غتشوف جن غتوقع في الدين تسلق عليه كيفاش كيفاش دابا صغيره دي انا ميت بالضحكه كامل زعمي ما تنساوش لعجبكم هاد البرانك اللي درت لسلمى تبارطاجيوه مع صحابكم اللي كيعجبهم بحال هادشي تخليو لينا لايك باش تشوفوا بزاف لي برانك وتابوناو فلاشين وكنبغيكم بزاف ودخلوا عندنا انستغرام وكنموتو عليكم.